بونجور، مرحبا بكم الناس الكل مره اخرى في بلاتو الماتينال. معنا مدام إينيس بورزيلا، هي طبيبه ومكلفه بحمايه المهاجرين في اطباء العالم، اللي هي منظمه غير حكوميه. صباح الخير مدام. صباح النور. لاباس؟ بخير. لاباس الحمد لله. دونك احنا باش ناخذوا برشا معلومات ممكن على المنظمه هذه، باش نحكيوا على دورها في تونس والبرا، باش نحكيوا ممكن اسكو عندهم دور في تحسين ممكن الصحه في تونس ايه والا لا. من بعد نشوفوا لي ريبونس هذم الكل مع مدام إينيس بورزيلا. اما تو لازم نرجع بعد الشفت حياة. مرحبا بكم فاطمه، انا هنية باش نعمل ركب المقرونه اللي قلت لكم عليها. انا قلت لكم باش تكون مع عين سبانيوريه مقرونه كذابه. حطيت خذيت شويه زيت زيان، حطيت عليها ثوم فورناتو. انا قصيت البصل هذايا، تعرف فما البصل الربعي، راهو مازالوا العروش بتاع البصل بنان ياسر برشا في معناها في الماكله نتاعنا، جست يفوح بالقدا المقرونه. انا حطيت هنايا نصمت في المقرونه الغسوغ، مقرونه الغسوغ ورده، نحط شويه ملح فلفل اكحل، شويه كركم، ديما الكركم يتبع فيا في الحاجات هذوما على خاطر يفوح بالقدا ويعطي لون مزيان. مع طماطم عبيده، طماطم كونسونتري هذيا، نحط مغرفه باهيه نتاع مغرفه لوح باهيه عندي طماطم عبيده. نحط الهروس، ما تنساوش شويه هروس مفوح، يعطي مطعم بنين برشا في المقرونه. هذا الكل جست نحركه شويه ونخليه ياخو المطعم تاع الفاح. نصب عليها شويه ماء، ما نغليهاش ياسر انا الصوص، جست لو طون اللي البصل يطفى شويه والمقرونه قاعده تتسمط، نجبدها من الماء ونحطها في وسط الصوص نتاعها، تشرب الصوص خير ملي تشرب ماء سمطان. هي مازالت نص تياب وانا نرميها في الصوص، في الصوص باش تاخو النكهه نتاع البات، تاخو النكهه نتاع الصوص، ما تاخوش نكهه الماء بركه. هذاك علاش انا ديما نحط الصوص، نجريها شويه ماء، نحط المقرونه نص تياب تغلي في الصلصه نتاعها. هذه المقرونه نتاعي فاطمه. هوني تشوفوا كيفاش عين سبانيورة ديجا طابت وترقلت في الماء. انا غطيتها بصحن وبعد بغتها باش طابت، ديجا طفيت عليها النار، خليها تبرد شويه لو طون اللي طابت مقرونتي، وترجعوا لي وقت اللي تحبوا فاطمه. ميرسي بوكو شيفة تحية. لو نرجعوا نحكيوا على المنظمة غير الحكومية اللي هي أطباء العالم، مش عطينا عليها فكرة إينيس بورزيلا، شنو المنظمة هذه؟ أطباء العالم هي بالفرنسي ميدسان دو موند. هي منظمة غير حكومية موجودة في العالم الكل في برشا بلدان، تخدم أساسا على لي بيرسون اون سيتواسيون دو فولنرابيليتي، الأشخاص في وضعية هشة، اللي تخدم باش تمكنهم اللي هما معناتها يمارسوا حقهم في الصحة. تجم تكون موجودة معناها في بلدان اللي موجودة فيهم اون كريز ولا سيتواسيون دورجونس، ولا تجم تكون موجودة كما في تونس اللي تخدم أكثر على فوالا القوافل الصحية في المدن الداخلية، تحسن في النفاذ إلى العلاج، لاميليوراسيون دو لاكسي أ لا سونتي، تعطي معناها الكاليتي، تخدم مع الدولة باش لي سوا نتاعها يكونوا دو كاليتي ويحترموا لي دغوا د لوم على الشكل الانترناسيونال. باهي دوركم في تونس فاش يتمثل بالضبط؟ خلاف ما نعرفش حتى القوافل اللي قلتوا عليهم، فاش يتمثلوا اسكو جوست اللونات والا لي مالادي الكل؟ تونس في تونس اطباء العالم يخدموا على معناها دي بروجي مشاريع، خدموا في قفصه وسيدي بوزيد في زوز ولايات هذوما من 2013 حتى 2019 على لاميليوراسيون دو لاكسي او سوان بور لا مامون اي بور لانفون في اطار البروغرام التونسي لتحسين نفاذ العلاج للام ومعناتها والطفل، و ان ميم تون سي بور ريدويغ la mortalité maternelle et en même temps garantir une grossesse sans risque. Et كيفاش تعطيو معلومات ولا انتم عندكم طب جوست كاستشاره طبيه ولا شنو؟ خدموا بون ابروش ديفيرونت، اللي ان بو انوفونت. هما خدموا مع المجتمع المدني باش يعطيو رايهم. الجمعيات اللي موجوده في ولايه قفصه وولايه سيدي بوزيد يعطيو رايهم على شنو ما النقائص، يكونوا هما صوت لا بوبولاسيون لوكال، شنو ما النقائص وشنو ما التحسينات اللي يكونوا
معناتها لازمهم يتعاملوا وخدموا مع بعضهم على التوعيه نتاع البيرسونيل دو سانتي باش يخدموا اكثر اترافير لو تياتر لار لا ميوزيك بور ديفوزي لي ميساج اللي مهم اللي الام تبشر لازمها تعرف معناتها التوعيه فوالا التوعيه دونك سي اون ابروش ديفيرونت. احنا on ne cible pas directement le passage de l'information اكثر اللي نقوي ولي سيستم كي اكزيست ان بلاس باش هما بيدهم يوليو اوتونوم وقائمين الذات ويتصرفوا وحدهم على الحقوق نتاعهم بيسكو هما يعرفوا حقيقتهم اكثر منا نحنا. دكتور انتم اطباء متطوعين من الاختصاصات برشا اختصاصات في اطباء العالم التوانسه هنا في تونس البروجرام لي بروجي استناني متطوعين ولا لا خاطر يظهر لي يخدموا على كيف اطباء كيف كيف ميديسان سون فرونتيير اللي مع اطباء العالم يخدموا خدمه هي الخدمه نتاعكم هذه لي بروجي اللي تعملوا فيها اسكو هما نفسهم لي بروجي اللي برا والا انتم في تونس عندكم دي بروجي ما مش كيما معناها الجمعيه ماهيش تونسيه كهو هي عالميه عندكم دي بروجي خاصين بتونس. أي هي الفكره شنو اللي نخدموا على ديزاكس معناها على اسس متفاهمين عليهم ومن بعد اون ابليك للكونتكست نتاع كل بلاد شنو تحتاج. في تونس نحتاجوا اكثر ان ابوي ولا ان ديفلوبمون دو سيستيم دو سانتي اكثر من اللي هو معناها علاج مجاني والا اورجانس معناها استعجالي. دونك هذيك هي الفرق. في تونس نخدموا معناها تلقى في برشا بلدان نخدموا على الهجره كيفنا يخدموا على الصحة الأساسية للأم والطفل وفما بلدان يخدموا أكثر على لي سوان كي يبدا البلاد هذيك في وضعية حرب فهمت دونك سي ديفيرون. والبروجي الثاني اللي أنا نمثله اليوم هو معناها لامليوراسيون دو لاكسي أو سوان بور لي بيرسون ميغرونت أون تونيزي معناها تحسين نفاذ العلاج للأشخاص المهاجرين في تونس. هو البروجي هذا بدا في 2015 مع نتصور معناتها مع اللاجئين مع اللاجئين والمهاجرين بصفة عامة خاطر اللاجئين أي حد مقيم في تونس ماهوش تونسي فوالا أي حد مقيم في تونس ماهوش تونسي اللي ينجم يلقى روحه في وضعية هشة ومنهم اللاجئين خاطر اللاجئين عندها معناها خصوصية معينة هي معناها سيتواسيون معينة قانونية وعندها لي ديتاي نتاعها. أما احنا نخدموا بصفة عامة كما قلت أنت على أي إنسان ماهوش تونسي مقيم في تونس. بالضبط. شنو البروجي هذا نتاعكم؟ البروجي هذايا يتمثل في 3 اكس برينسيبو ثلاثه افكار. الاولى هي الحمايه والصحه. الثانيه هي الانستيتيوناليزاسيون هي معناها العمل مع المؤسسات العموميه والا المنظمات اللي تخدم في مجال الصحه. والثالثه هي لو بليدويي والا كما نقولوا المناصره من اجل حقوق معناها مضمونه وشامله اللي تعنى بحق معناها حقوق الانسان تداوي في تونس دكتور ايناس معناتها لو فولي الثالث ولا لاكس الثالث هو مع الادارات في تونس مع الوزارات نقولوا مع السلطه ماخذي القرار ولكن كيف نحكيوا على العلاج بالنسبه للناس هذوما اللي في وضعيات هشه ولا حتى توانسه معناتها مش باللازمه يكونوا مهاجرين هل انه انتم تتعاملوا مع المستشفيات التونسيه مع المستوصفات التونسيه كاطباء كاطباء العالم نحكي مش معناتها لي ميديساني معاكم في تواصل مع لي ديسبونسير ولي زوبيتو وي ابسولومون دايوغ هذيك هي روح البروجي نتاعنا ماهوش اللي نحنا نعطيو دي سوان ما كاينها كلينيك ما سي غراتوي نو نخدموا مع المستشفيات ومع المنظمة اللي موجودين في تونس اللي يقوموا بالعنايه بالاشخاص مش كان مستوصفات راهو والا سبيتارات لا نخدموا كان مع القطاع العمومي اساسا خاطر هي الفكره هي تقويه القطاع العمومي. نخدموا زاده مع وزاره الشؤون الاجتماعيه مع وزاره التعليم العالي الديوان الوطني للعمران البشري الديوان الوطني للعمران البشري نخدموا مع اي معناها هيكل والا مؤسسات تنجم تكون تستقبل اشخاص مهاجرين وتقدم لهم خدمات. دونك مدام ايناس اسكو توا انت الكلام اللي قلته الكل باهي معناها انت قلت الناس المهاجرين والوضعيه الهشه في تونس كيفاش نجموا تداويهم ولا كيفاش ينفذوا المعلومه في اي قطاع صحي. لكن الاشكال هنا مش
في هذا برك الاشكال انه في تونس الكل الاغلبيه عندهم كارت نتاع التداوي كلهم ينجموا يمشيو لورجونس ويلقاو اما المشكله في الماتريال ما عندناش ماتريال الوضعيه نتاع المستشفيات راك تشوف معناها كتدخل فيسبوك وتشوف فما دي باج يوريو شنو فما في المستشفيات وعن طريق اطباء راهو ناس تخدم في المستشفيات هذم يوريو في تصاور كيفاش فما برشا وسخ وفما حاجات ناقصين وفما مرضى مطيشين معناها تقول لي انت والله احنا جينا باش نشوفوا المهاجرين كيفاش نجموا يداوي في تونس في القطاع العام نقول لك راهو احنا توانسه مانيش فرحانين ياسر بالقطاع العام الصحي نتاعنا في تونس شنو دوركم لهنا باش تحسنوا في القطاع هذا قبل ما تجيبوا عباد اخرين يداويوا معانا بصراحه سؤالك في محله وزاد يقولوا لنا برشا مرات معناها نتاع رانا نحنا بدنا في ازمه شوف فكره اطباء العالم اللي هي ما تخلقش سيستم اخر للمهاجرين ونهار اللي يوفيوا الفلوس تمشي اطباء العالم على روحها وكاين ما غيرنا شيء نخدموا مع دوله اكثر باللي عندنا خاطرنا نحن عندنا موارد بشريه وقدرات وكفاءات مهمين برشا نعلموهم ونخدموا معاهم ونستنفعوا منهم وننفعوهم باش يعطيو دي سوان دو كاليتي معناتها يزانتيغ لا نوسيون دو كاليتي في لي سيرفيس باللي فما معناتها من غير ما نميزوا لا مع لا ضد ونخموا ديما على فكره واسعه معناها حق الانسان مش حق التونسي حق الانسان تعامل الناس كل كبشر سواسية مشكلتي مش انا معاك في حق الانسان واللي تحب انت معنا اما راهو احنا وضعيه سبيطاراتنا هي الهشه نوعا ما مش المواطن هو وضعيته هشه برك معناتها لهنا دوركم كام نعرف هما بيدو منظمه تقولي غير حكوميه وعالميه راهم ينجموا يعاونوا بحاجات اخرى نعطيك انا مثال نعطيك مثال فما برشا توانسه عندهم دي مالادي اللي يستحقوا انهم يمشوا للبرا ونقعدوا نستناو في وزاره الصحه باش تعطي درجنيه ولا عملوا في كوليكت في المجتمع الكل لهنا انتم كمنظمه تنجموا بعلاقه مع سبيطار اخر تابع اطباء بلا حدود اطباء العالم تنجموا تسهلوا هالنقل هذا نتاع المريض التونسي ولا غير التونسي يمشي يداوي برا مثلا اطباء العالم في العالم الكل الكل يخدموا على الوضعيات الهشه في العالم معناتها اي نجموا يعاونوا مادام يخدموا على الهش معناتها يعاونوا الهش هذاك باش يولي معاش هش هو يقول لك ما تعطينيش حوت علمني كيفاش نصدر دونك الفكره مانيش اللي نحن بالشويه فلوس اللي عندنا نخرجوا العباد لبرا بالعكس بشويه فلوس اللي عندنا نقويوا كفاءتنا ونقويوا سبيطاراتنا اي فوالا دونك كان فما فلوس باش تتصرف ولا ان ابوي باش يصير شي يصير للمنظمات ولا المستشفيات الموجوده فوالا ومنها الاتفاقيه مع الـ UNFP لوفيس ناسيونال بور لا فامي لا بوبولاسيون اللي هو فيه معناها ان ابوي تكنيك معناها دي كاليتي نتاع الخدمه وانا بوي فينانسي للحاجات اللي هما يقيموهم مهمين ونحنا نجموا نوفروهم دونك فما دو فولي احنا نتشاركوا معاهم معناها في العمل يسهلوا لنا العمل في الجهات خاطر هي الديوان موجود في تونس الكل في لي 24 غوفرنورا احنا نعطيهم ليكسبيرتيز اللي نحنا نملكوها باش هما يحسنوا الخدمات نتاعهم ويرقيوا فيها باش تكون شامله ومعناتها وتعرف معناتها تضمن لي بارتيكولاريتي دو توت بوبولاسيون سي با ايفيدون باش تفهم لي ديتاي نتاع لي بوبولاسيون ميغرانت والا لي بوبولاسيون اون سيتواسيون دو فولنيرابيليتي وميم طون هما يسهلوا لنا العمل في الجهات باش نكونوا معناها في سيتواسيون ديناميك دو بارتناريا افيكاس احنا نقويوهم هما يقويونا هذه هي لابروش اكثر منها نهزوا انسان مش تهز معناتها حتى تجيبوا مثلا نعرفش انا تسهيل نتاع شراء حاجات سكانير وفما معناتها فما مستشفيات ما يكسبوش حتى سكانير فهمت فما مستشفيات ما عندهمش حتى طبيب نسي فهمت علاش نكذبوا على بعضنا فهمت دونك هذا دوركم زاده ولا دورنا احنا اخترنا باش نخدموا بنوتر مانيير خاطر المنظمه ال روسوا دي فون بور جوستمون لي زوتيليزي في البلاد المنظمه اختارت اللي هي تخدم بحاجه دورابل ا لون تيرم ما نشريش اونيكمون دي برودوي نعمل ان ترانسفير دو كومبيتونس نقوي لي ريسورس المهارات فوالا سور بلاس ونخدم معاهم باش هما معناتها يقترحوا الحلول ويكونوا
بورتور معناها هما يتأمنوا حاملين القضية ونحن نخدموا معهم معناها اون ابوي ما ناخذوش الواجهة نحن اون ابوي للسيستيم دو سانتي اون تونيزي. ميرسي بوكو دكتورة إيناس بورزيلا طبيبة ومكلفة بحماية المهاجرين في أطباء العالم اللي هي منظمة غير حكومية. يعطيكم الصحة وبرافو على الخدمة اللي تخدموا فيها بصراحة. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. مرحبا نمشي ونرجعوا بحضر شفت حياة. مرحبا بكم فاطمة ومرحبا بضيوفكم. أنا هنا عندي لو كيك فاني سمار شيف، حبيت نوريكم شنو نجمو نعملو بيه بخلاف هالكيك فاني، معناها نعملو بيه حاجات فريمون بنين برشا. خذيت نفس المكونات اللي قالوا لي عليها في القفاه نتاع الباكو اللي مكتوبين هنايا، لكن غيرت فيهم. اش عملت؟ خذيت زدت شويه حليب، هما طالبين 50 ملي حليب، انا حطيت 100 ملي حليب على خاطر حاجتي بالخلطه هذه تكون جاريه شويه. نجي هنايا خلطتها مليح مليح كما قالوا لي هما، نصب شطرها فوق الكاغض اللي باش يمشي للكوشه، جست شطر ولا حسب التقريب شطر، نخليه لطون اللي هو يتطرح وحده، من معناها نخليه هو يمشي وحده. انا عندي هوني كاكاو اللي هي الشوكولاته بلاش سكر، نغربلها ديما، غربلو الكاكاو نتاعكم خاطر ديما راه حتى لو كان تبدا نظيفه وباكوها نظيف، لكن تعمل برشا كعابر كما تشوفوا فيها. نحط شويه كاكاو هنا ونخلط نفس الخلطه، نزيدها على الخليط نتاعي وتشوفوا كيفاش باش نعملها كيفاش باش نزينها. النتيجه فريمون نتاعها حاجه هايله برشا. نجي هوني ونطرح بالسياسه هل الجاتو نتاعي هذا، يا خاطر من بعد انا طيبت ديجا الكريمه خليتها تبرد، كريمة كابوتشينو سمارت شيف، خليتها لوطون اللي هي تبرد. انا نجي هنايا وناخو نفس الخليط نتاعي هذا اللي بالكاكاو، خلطته شويه شويه، ما حاجتيش باش نخلطو ياسر، جست باش يعطي اللون الثاني ويعطي المطعم. ونجي نحطه فوق الفاني هذاك، ومن بعد نعدي عليه الفرقيطة بالسياسة باش جست يدخل الخلطة تدخل بعضها. تشوفوني كيفاش نطرحه فوقه بالسياسة، لكن باش نخلطه بالفرقيطة. ومن بعد وقت يترولي وهو تخدموه، هو ديجا يطيب في أقل وقت من كعبة الكيك. هذاك علاش أنا اخترت هذايا الباكو سمارت شيف، على خاطر كي نبدل الكومبوزيسيون نتاع الباكو معناها بدلت فيه حاجه خفيفه برشا اللي هي جست الحليب. كي بدلت فيه الحليب تولي العجنه اجرى شويه، وانا هذاك النتيجه اللي حاجتي بها. نجي هوني نطرح بالسياسه فوق الفاني، نطرح الشوكولاته بشويه بشويه، مش لازم على الكل، راهو معناها اللي تطرح مش مشكل واللي يقعد نكبش غاديكا. ناخو من بعد الفرقيطة متاعي ونجي ونعمل في وسطها خطوط هكاية جست مشيات وجيات باش يدخلوا بعضهم. ومن بعد وقت تشوفوا كيفاش النتيجة بعد نقصها، فريمون حاجة بنين مزيانة ياسر. فوالا هذا هي تو باش تدخل كوشة كيما قالوا لي سمارت شيف، مانيش نقص في الدوغري نتاع السخانه، لكن باش نقص في وقت الترطيب. تعسوا عليها دايوغ تظهر وقت اللي تبدا طابت، نحطها في الكوشه كما قالوا لي هما 170، نستناها حتى لينطيب ونوريكم كيفاش بشروا لها. فوالا ميرسي بوكو شيف تحية. الوغ احنا تو نشوفوا الروبريك الخاصه بزميلتنا اميمه الوسلاتي، اون اتيستي بور فو. المره هذه مشيت مره اخرى الميك اب فور ايفر اللي هو برودوي كوسميتيك، نشوفوا الروبورتاج ونرجعوا. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من أنا تيستي بور فو. لادريس دو جوردوي هي نفس لادريس اللي ريتوها في الحلقة اللي فاتت في حي النصر، اللي باش نلقاو ميك اب فور ايفر. مازلنا متواصلين معاهم ومازلنا باش نحكيو على برشا حاجات، هيو معايا. بونجور عسلامة خلود، صباح الفل. سبا لاباس؟ نحن وبيكي عايشك. نحن في الحلقه الثانيه اليوم، وتفهمنا نحن كل مره في ايبيزود باش نختاروا تانت معينه، باش نختاروا مانكان كل مره اللون نتاعها. كيما قلت لك المانكان نتاعنا اليوم بيضه وعينيها خضر وشعرها اصفر، جوست عندها لي سيرن بلو وبروفوند وعندها دي بوتون ودي روجور هوني باش نحاولوا نكمفليوهم وما عادش يظهروا ونحيوهم. ملي هاي نشوفوا مع بعضنا. That's fine by me. So
عسلامة الناس الكل. كما تفهمنا كل ابيزود باش نوريكم دي استوس جدد باش تمكيجوا وحدكم في الدار. ما تستحقوش برشا، معناتها حتى انكم ميكمش برو برشا، تجمو تمكيجوا وحدكم. المفيد البرودوي يبدا طياره ومزيان وافيكاس. باه كيما نشوفوا الموديل نتاعنا عندها لي سيرن ان بو بلو وعندها لي بوتون ولي روجر هونيه. باش نحاولوا بلي برودوي نتاعنا نقصوا من البلو دي سيرن ونقصوا من الروجر هذيا. دونك تبعونا. اول حاجه باش نبداو بها هي الفيكساتور هذيا. il sert à hydrater la peau. يسكرنا لي بور اذا عندنا لي بور ديلاتي، وي اون بلوس يفيكسينا المكياج. نخدموه اول حاجه في المكياج واخر حاجه في المكياج. بعد ما نشيح الفيكساتور باش ناخذو ستيبوان هذي، نجمو نخدموها في لي سيرن باش نقصو البلو، والا اذا عندنا المانكان تاعنا سمرة والا احنا سمر نخدموها على وجهنا كامل. وبيان سور سولون الكولور دو بو عندنا دي ستيبوان اخرين نخدمو بهم. نعملو هكايا تابوتمون، نجمو نخدمو بانسو كيما نجمو نخدمو بيدنا، سينو اذا خدمنا بالبانسو نحيو ليكسي بصبعنا. بيان سور ما نخدموش فوقو ديريكتومون لونتي سيرن، نستناو حتى يشيح شويه. توي كان حينا البلو بالورانجي باش نحيو الروجور اللي عندها بالفير هذيا. اي بوتون ولا اي بلاصة روج نحطو كيلكو غوت، ما نكثروش برشا على خاطر ديجا البرودوي كونسنتري ما يستحقش ان نحطو كونتيتي كبيره. مش ديما البانسو هي الحل، نجمو حتى نخدمو بيدينا، ساعات بيدينا الفيني يعطي احلى. اون بلوس اللي عندها برشا لي بور ديلاتي فون دو تان كيف تخدمها بيدها يدخل الفون دو تان في لي بور هكا كما يظهروش برشا، خير ملي تخدمها بالبانسو. بعد ما عملنا كاموفلاج للي سيرن و لي بوتون روج، باش نخدم لو تان تاعي باش نستعمل فون دو تان اولترا اتش دي سبيسياليزي بور لي بو سيش انورمال، وباش نخلط معاها سوفت لايت هذيا باش نعطي ان جلو ناتوريل و اكلا ناتوريل على الاخر، على خاطر انا باش نخدم ما قلت لكمش باش نخدم مكياج دي جور. باش نخدم بالبانسو هذي على خاطرها ريتوها ياسر خفيفه من هونيا تدخل لي في لي بور. بعد ما خدمنا الفون دو تان بالبانسو ناخذو البيوتي بلندر نتاعنا ونعملو دي بيتي تابوتمون باش الفون دو تان تقعد لنا فلوتي هكا اوني. باش نستعمل لاكوا برو هذيا، سي تان جيل واتر بروف يقعد لك نهار كامل ما تستحقش باش تعمل روتوش وما يتنحاش بالماء. ما ناخذوش كونتيتي برشا. بالبانسو نتاعنا نبداو في اخر الحاجب نعبيو الفراغات اللي عندنا. كما قلت لكم الجيل هذا ما يتنحاش الا ما انتم تقروا باش تنحيوه، معناتها فما دي ماكيون سبيسيال نتاعو اون ديري ان تاتو اما ماهوش تاتو. تاكا جوست باش نخدموا العينين فيت في كما قلت لكم حاجه سوفت. باش نختار لي دو كولور اريزي هذوما باش نخدمهم بصبعي باش يبداو بلو انتنس. وتوا باش بويسكو ما نجمتش نوصل بصبعي للبارتي هذي باش ناخذ بانسو جويده ونحطو هوني باش نعطي شويه اكلا. نجم نحط زيدا شويه تحت الحاجب هوني. باش ما يقعدلناش تخي هكا ناخذو بانسو هكا جويده ونستومبيوه. تويكا باش نعملو الماسكارا هذيا. الماسكارا هذا اسمه سموكي لاش، يعطي فوليوم للشعر
ويطولها بلوس يقعد نهار كامل وما يتيحش. ديما نعملو سو موفمون هذا باش نسيباريو لي سيل نتاعنا. وتوا باش ناخذو الباليت هذه اللي فيها الكونتورينغ والايلايتر والبلاش. نجمو نعملو معناتها الكونتورينغ على روحو والبلاش على روحو والايلايتر على روحو. دونك باش نشد نخلطهم الكل نحطهم في لي بوميت نتاعها هكاكا اون ميم طون يبدا فرج وغلوي و معناتها ليه هو فرجو ليه هو كونتورينغ. تو باش ناخذو سو كريون الكولور نتاعو سوفت ناتوريل على الاخر مزيان باش نعملو تراساج للفم نتاعنا ونحاولو نكبرو لها في الشفه الفوقانيه. نحاول نخدم في لي كوتي هوني نغمقهم باش يعطينا افي بوتوكس. تو باش ناخذ غلوس ترونسبارون ونعملو فوق الكونتور ليفر نتاعي باش نعطي ان لوك فريش. وبيان سور الفاينل تاتش هي الفيكساتور هذا باش نزيدو نفيكسيو الفون دو تان نتاعنا ويزيدنا الجلو في الوجه نتاعنا. دونك هذه كانت اون تيستي بور فو مزاجمتنا اميمه الوسلات والكاميرامان طه عبد الهادي. دونك كما شفتوا اللي يحب يشارك معنا في اون تيستي بور فو يخلينا ميساج على باج الماتينال. دونك توا وقيت تنبير يظهر لي مع دغا. حاضر. عسلامة ومرحبا بكم في نشرة الخنار والخبر الأولاني على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري يجعل كلامنا خفيف عليهم. الهيكة نهار الاثنين 25 مارس لفتت نظر قناة الحوار التونسي بسبب الحلقة فكرة سامي الفهري اللي جاب فيها الفنانة نجلة وصارت فيها برشا إخلالات أخلاقية. الحلقة اللي تعدت نهار 23 فيفري اللي فات. من نهار 23 فيفري لنهار 25 مارس أكثر من شهر والهيئة تدقق وتقيس وتعاين. أما ليش قعدوا شهر باش يلفتوا النظر؟ زعما جابوا خبراء اجانب باش يعاونوهم في الديكوداج نتاع الغشه. على كل حال ربي يقويكم على فعل الخير ودمتم جدار واقي للتوانسه على البلاد والبلاي. صحيح بعد شهر لفتوا النظر ما ميسالش ميو تاركو جامي. امين. الخبر الثاني على الكرونيكور المحبوب السمباتيك بليل المساوي. بليل ربي يهنيه نهار السبت اللي فات عرس في صاله مضخمه في جهه قمرته وفي السهريه بليل حب يرضي الاذواق الكل. عمل الجزء الاول من العرس اجواء تقوى وايمان مع فوزي بن قمره والشيخ محمد ومع نص الليل اتقلبت المشي وخرج لهم الشاب بشير واساور. ايش باش نقول لك يا بلال برا ربي يعطيك على قد قلبك خرجت الناس الكل من فرحك فرحانين. اخر خبر عن الفنانه المصريه شيرين اياليل اللي حكيت لكم عليها البارح كيفاش بسبب كلامها اللي قالته في البحرين ووقفوها جماعه النقابه على الغناء في انتظار احالتها على التحقيق في تهمه الإضرار بالأمن القومي المصري. جست نفكركم إنها قالت في الحفلة في البحرين أحنا توا نجمو نحكيو بحرية على خطر في مصر اللي يتكلم يدخلوه للحبس. شين ملقات بها وين؟ عرفت روحها عاملة هبة؟ إيش باش تعمل؟ إيش باش تعمل؟ استنجت بالرئيس السيسي. قتلو بابا سيسي يا بابا سيسي عاوني راني بنتك يا بابا سيسي راهم عاملين عليا مؤامره يحبوا يضروني. يقعد السؤال توا اسكو بابا سيسي باش يعاقب شيرين ويخليها عبره لمن يعتبر ولا يسامحها ويقول الله غالب بنتي خرطن. اكاهو نشك خونا رفيت على الخشن. يعطيك الصحه دغالوغ توا نمشيو نختموا مع الشيفه تحيه.
مرحبا بكم فاطمة. أنا هنية عملت هذوما اليوم بالذات، عملت لكم حاجات بسيطين سهلين، مكوناتهم سهلة مش غالين مش متكلفين برشا. بالستيك دو داند مليحة، عملت لكم عين سبانيورة تشوفوا فيها كما وعدتكم انتوما تجي مكبوسة وباهية ولا مروحة. حطيت لها شوية هروس عبيدة، فوحتها مليح، حطيت لها سمطت لها عظم مليحة وحطيتها طابت تطيب في وسط الماء كما وريتكم، تلفوها مليح مليح بتكبسوها المهم، والعظم تعديوه في شابلور باش يلم على معناها على الحشو باش ما يقعدش يهرب. هذيك ليزاستيس اللي عطيتهم لكم فيها. عملت بحذاها مقرونه كذابه، لكن كي حطيت فيها عين سبانيوريه قالت الحقيقه، قالت راني مانيش كذابه، راني عندي منقول في روحي. عملتها بالبصل وطماطم عبيده وهروس عبيده، ثوم فرنيتو بالطبيعه فواحد بيه كل شيء، هذاك حاجه ممتازه. عملت مقرونه في ساعه معناها ما تستاهلش برشا تطيب، ودوبها هي نص سمطان، انا خليت مقرونه الرصار هذيا ورده، هي نص طياب وانا رميتها في الصوص باش تتغذى وتشرب المطعم نتاع الصوص ونتاع الطماطم البنين. هذاك علاش انا عامله التكنيك ديما هي نص طياب وانا نرميها في صلصه باش تكمل الطيب. عملت معاها الكيش هذيا بولي بالباتشيتي فورنيتو، عملت لها بشاميل خفيفه، حطيت فيها شويه جبن وحطيتها معناها طابت في وقت قياسي ماهيش متكلفه برشا. خديت لي سكالوب بولي جوست تشتشلو شويه ثوم زيت زيان ملح فلك نواد مسكات، طيبت البشاميل وريتكم اسهل ميثود نطيبوا بها البشاميل، نحطوها الكل على بعضها شويه نواد مسكات ثوم فرنيتو شويه زيت زيان. انا ما عملتش بشاميل بالزيت خاطر نحط جبونات ما تسحقش زبده وزيد الزيت معناها تولي ياسر غنيه برشا، هذاك علاش نعمل بالزيت بركه ونحط جبن تاع معناها كي تكملوا بعضهم وتولي مطعم بنين مع الباتفيتي فورنيت وتطلع فريمون حاجه هايله. ما تنساوش تستعملوا الدجاج الصدر الدجاج مليحه. هوني انا عملت هالغوليه هذايا بالكيك ورده، وريتكم كيفاش معناها خدمته كيفاش زينته كيفاش رجلته وروليته. مي بون ما نكذبش عليكم جا شويه سخون، لهوزته هو سخون برشا هذاك علاش تشوفوا فيه شويه شقوق، اما راهو خليته يبرد هذاك علاش ما قصيتوش، اما كي تقصوه يعطي منظر مزين برشا كانه كي منظر الزابغ كيما منظر معناها يبدا مجرح وسطه شويه شويه. انا ذاك علاش ما مسيتوش على خاطر مازال سخون، وحاجه سخونه ما نجمش نقصها، ديجا لهوثته سخون ما كملش جو با الماساكري بالقصان، هذاك علاش خليته زينته خليته يبرد تو من بعد هما يذوقوا ويقولوا لكم شنو احوالو. عملته بالطبيعه بالكيك سمارت شيف وعملت طيبت في وسطه معناها طيبت عبيته بالكريمه سمارت شيف كابوتشينو، عطات نكهه بنينه ياسر، وزينته بالشوكولا سمارت شيف، هذوك معناها فريمون حاجه هايله. الوغ ان شاء الله تكون عجبتكم فكره اليوم، ان شاء الله استمتعتوا معنا بالليزاستيس وبالفكرات ومع البنات وبالتنبير سورتو. الوغ اذا كان عندكم اقتراحات ابعثوهم لنا على الباج اوفيسيال الماتينال واحنا نقبلوهم الكل ونعملوا بهم الكل. ميرسي بوكو شيف فتحي. الوغ نحب نذكر بالناس اللي تحب تمشي تعمل عمره انه بالنسبه للناس اللي تحب تمشي تعمل عمره في رمضان راهو من توا تنجموا تمشيوا تقيدوا في ليبرتا فواياج كيف كيف. بالنسبه لعمره شعبان فما ثلاثه رحلات توفرهم ليبرتا فواياج، نهار 7 نهار 14 ونهار 21 افريل. الاسعار تشوفهم بعد كي تطلبوهم ولا تدخلوا على السيت تلقاو المعلومات الكل. بالنسبه فما عرض خاص لعمره 31 مارس و 21 افريل كيف كيف، المعلومات نجموا تلقاوها كيف يطلبوا. كان 71 90 56 56 والى 20 782 782 والى 29 400 957 والى كيف كيف لاباج فيسبوك ليبرتا فواياج او بيان لو سيت www.libertavoyage.com. دونك وصلنا لاجندا كولتوريل حبوب بيان سور اجندا الماتينال اللي ديما تلقاو فيها لي بون بلان اليومين باش تنجمو تمشيو. اليوم نبداو لاجندا نتاعنا اليوم بمعرض معرض الكرام للصناعات التقليديه، ونلقاو فيه عده معارض
دونك فما معارض تشكيلية، فما صناعة تقليدية. معرض الكرام كان يبدأ نهار 22 تواصل حتى نهار 30 مارس، دونك نجمو تلتحقوا بالمعرض ويسكر السبعة متاع العشية. نتعداو للإيفينمون الثاني اللي هو مهرجان عزدين جنون للمسرح، تلقاوه بيان سور في فضاء الحمراء في باب الزيرة. كل يوم الموعد مع الخمسة متاع العشية مع مسرحيات ورشات في إطار مهرجان عزدين جنون الله يرحمه. دونك يتواصل المعرض، واليوم تلقاو مسرحية مع الخمسة متاع العشية. ليبيات نجمو تقصوا على باش فيسبوك، وإلا تنجمو كيف تدخلوا على تياتر الحمراء لاباج فيسبوك، ولا على ليفينمون فيستيفال عزدين جنون على فيسبوك بور بلوس دو ديتاي. نتعداو ليفينمون الثالث اللي هو المسرحية اللي تعاود ترجع لنا، دونك مسرحية عندها عام هكيكا شوية اللي هي المغروم يجدد او سويفون، دونك ترجع لنا المسرحية هذيا اليوم مع 6:30 نتاع العشية في مدينة الثقافة. دونك نجمو تلقاو ليبيي كيف كيف في مدينة الثقافة. نختموا مع آخر ايفينمون لو كافي بوليتيك، المقهى السياسي اللي يحتضنوا الكاتريام مار كل مرة، دونك مقهى الفن الرابع في شارع باريس اليوم مع 6 نتاع العشية. والموضوع نتاع الكافي بوليتيك المرة هذيا اسمه كيفاش نجموا نمنعوا الصحة في تونس، الصحة العمومية في تونس هذيا. دونك لو كافي بوليتيك نتاع الجمعة هذيا ونتاع اليوم سورتو، دونك اليوم مع 6 نتاع العشية في الكاتريا مار. نجموا إذا عندكم رأي تحبوا تسمعوا، رأي تحبوا تشاركوا كيف كيف الحوار في المقهى السياسي هذيا، تلتحقوا مقهى الفن الرابع في شارع باريس في تونس العاصمة. كان هذيا أجندة الماتينة لليوم، نتقابلوا إن شاء الله غدا في أجندة جديد. ميرسي بوكو حبوبه، يعطيك الف صحه. دونك وصلنا للغوميرسيمون البنات كالعاده والعوايد، باش نقول ميرسي للوايت، ميرسي للناس اللي مشاو للوايت على خاطري، ميرسي للناس اللي قالوا وقتاش تجي دره، ميرسي بوكو، بوسه كبيره برا. وللوايت في النصر 2 تدخلوا الباج فيسبوك الوايت تلقاو نمرو التليفون باش تكلموهم وتلقاو زاد الادريسه. انا نحب نشكر برشا عباد، نشكر العباد اللي تبعوا فينا الكل اللي بعثوا لنا ميساجات، فما متابعه صغير بالكل اللي تبع في الماتينال كل صباح هو ارسلان وام وصوفيا، نقول لكم تحيه ليكم برشا. نحب نشكر كيف كيف سنتر عزه لريجينا المنزاسيس مقابل لي فلوريست مدام عزه صحراوي، ميرسي بوكو. كيف كيف ساره فتناسي على لي زونغل، ونشكر كيف كيف رياض الكلاعي على الكوب كل مره يغفريشي لا كوب. دونك ديما مون كوان دو بوتي بريفيري ليا انا هو عزه لريجينا المنزاسيس. ميرسي تو الموند، ميرسي على ميساجاتكم. اذا تحبوا تكونوا موجودين في لايف ستايل ولا اون اتيستي بور فو، تبعثوا لنا على الباج اوفيسيال الماتين. لا باج اوفيسيال تلقاوها مكتوبه بالعربي وبالسوري، فيها انفيرون 30000 ابوني. انتم زاد عملوا جيم وابعثوا لنا لي كوردوني وتصوركم باش نتصلوا بكم. ميرسي بوكو البنات، يعطيكم الصحه. نحب نشكر سونتر دي ستيك باك ستيج في العوين اللي عنده فورفي ياسر طياره للناس اللي عرسها قريب، وكيف كيف حتى للناس اللي تحب ياسر تتلهى بروحها. نحب نشكر ايكيب تكنيك، ايكيب الاعداد وعلى رسم زميلتنا سناء المجري المعده. ميرسي بوكو البنات للشيف. ميرسي بوكو جمهورنا العزيز داخل وخارج تونس. ملتقانا غدوه ان شاء الله، بالسلامه.